انت كمان. انا اسفه. انت مالك الذنب. احنا الاثنين اتظلمنا. انا اسف بس ما قدرتش. كنت لازم اول حاجه اعملها اجي اشوفك. انت خرجت امتى؟ امبارح. قولي تشرب ايه؟ انا مش جاي اشرب حاجه. انا جاي اشوفك انت بس. انا جاي عشان اقول لك ان عمري ما زيدك لحظه. ولو فاكر والدك انه كان ممكن يرميني في السجن علشان انساكي يبقى غلطان. انا عمري ما زيدك. كل ايام اللي قضيتها جوا كان بتقربني منك اكتر. وانا ما كانش في ايدي اي حاجه ممكن اعملها. وانا مش بلومك. وانا متاكد لو كان بايدك حاجه كنت عملتيها. ولو عملت اي حاجه كانت ممكن تضرك او تضر سمعتك. وانا اكتر حد بيخاف عليكي في الدنيا دي كلها. يا انا ما همنيش اي حاجه. ولا همني والدك لما رماني في السجن عشان يبعدني عنك ويتهمني في تهمه انا ما عملتهاش. بس اكتر حاجه زعلتني خلتني عايز اهرب واعد السجن انك ممكن تتجوزي حد غيري. وانا ما كنتش مصدق انك تعملي حاجه زي دي ابدا. انا مبسوطه قوي اني شفتك النهارده. النهارده اسعد يوم في حياتي. قولي انت ناوي تعمل ايه؟ هتشتغل ايه؟ اكيد عايز تشتغل. انا ممكن اساعدك واجيب لك شغل كويس جدا. أكيد محتاج فلوس صح؟ أنا مش عايز حد غيرك. أنا عايزك أنت. أنا دلوقتي أنت مش المفروض تفكر في أي حاجة غير نفسك. تفكر هتعمل إيه في حياتك؟ هتعيش إزاي؟ انت لازم تعوض السنين اللي فاتت. 3 سنين دول مش شويه، دول كتير. انا متجوزه مش هينفع. حياتي اتغيرت، بقيت ماشيه في طريق عمره ما هيتغير. أنا أجرت شقة صغيرة وده العنوان بتاعي. أنا همشي بس كل اللي أنا عايزك تعرفيه هنا إن محدش في الدنيا دي حبك قدي ولا حد هيحبك قدي. أنا مش ناسي أول يوم شفتك فيه، ولا أول يوم إيدي جت على إيدك، ولا أول يوم قربنا قوي من بعض. أول مرة أحس إنك جميلة قوي من يوم ما اتجوزنا. أنا قلت أستغل فرصة إن ماما مش موجودة في البيت وأجي أقعد معاكي شوية.
عايز اتكلم معاكي كلام مهم يعني. اعمل ايه؟ ما انت وعدت لي هتجيب لي فلوس النهارده. ايه ده يا فؤاد؟ ده شهر واحد بس. وخلاص قلت لك هجيبهم لك بكره. هتجيبهم لي بكره، وبكره يجيب بعده، وبعده يجيب بعده. ده انت طهقتني، كرهتني في العماره يا جدع. اوف، يا اخي حرام عليك زهقتني. اشتري موبايل بقى، خليني اعرف اوصل لك. منين يا عم؟ منين ايه؟ ما انا قايل لك 100 مرة تعالى اشتغل معايا. لا يا عم. هو ايه اللي لا؟ إيه انت عاجبك العيشة اللي انت عايشها دي؟ فؤاد، انت لازم تشتغل عشان على الأقل تقدر تسدد اللي عليك. بسم الله. عملت ايه؟ رحت لها. وطبعا طلعت زي ما قلت لك، اتجوزت. ده عايشة في قصر أكبر من القصر اللي كانت عايشة فيه. شكل جوزها غني أوي. طبعا غني. عبد العليم ده ملياردير، وملياردير تقيل قوي كمان. فؤاد ابعد عنها وانساها، كفايه اللي حصل لك. انا مش فاهم ايه اللي خلاك تروح لها، بقالك اكتر من 3 شهور خارج من السجن. ايه بقى اللي خلاك تروح لها تاني؟ مش كنا اتفقنا؟ مش عارف اخرجها من دماغي. هتقول بحبها تاني؟ ايوه بحبها، بحبها قوي. انا مش عاجبني الطريقه اللي انت بتفكر بيها دي، وكنت فاكر ان السجن فوقك وعلمك ان الدنيا مش كده خالص. وهفكرك ان اهلها اللي حبسوك عشان يبعدوك عنها، جوزها بقى ممكن يموتك مش يحبسك.